مسلمو النمسا يؤدون صلاة عيد الفطر مع تهنئة خجولة من الساسة. النمسا تتعهد بتشريعات للحد من أنشطة التجسس الروسية على أراضيها. النمسا تقدم تسهيلاً خاصاً للنازحين الأوكرانيين لمنحهم بطاقة رود فايس رود روس. 1.3 مليون شخص في النمسا معرضون لخطر الفقر. شركة ريفي أستريا تدعو إلى تمديد ساعات عمل المتاجر حتى 11 مساءً. ومدينة فيينا تمنح طلاب المدارس عطلة رسمية في عيد الفطر. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم، وكل عام وأنتم بخير. أدى مسلم النمسا صلاة عيد الفطر في مساجد البلاد بحضور واسع، فيما شهد المركز الإسلامي في فيينا حضورا استثنائيا. وأقيمت الصلاة باللغتين العربية والألمانية، وشملت الخطبة تذكيرا بفضائل عيد الفطر ودعاء الغزة. وفي لينز توافد الآلاف إلى الملعب الدولي لأداء الصلاة بتنظيم من جمعية السلام. ويعد الإسلام ثاني أكبر الديانات في النمسا، حيث يصل عدد المسلمين إلى أكثر من 700,000 شخص. وقد قام كل من الرئيس النمساوي فاندربيلن وعمدة فيينا ميخائيل لودفيغ بتهنئة المسلمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أعلنت النمسا التي اتهمت مجددا بأنها وكر للجواسيس الروس عزمها تشريع قوانين للحد من النشاطات الروسية بعد اعتقال عميل سري روسي. وتأتي هذه الجهود بعد تزايد القضايا المحرجة منذ عام 2018 بعد سيطرة اليمين على وزارة الداخلية، ويشتبه بأن العميل قدم معلومات لروسيا بشكل منهجي. ولذلك تعتزم النمسا تعزيز القوانين المناهضة للتجسس، وتعتبر فيينا ملاذا آمنا للتجسس الدولي بالرغم من وفاة عدة شخصيات بارزة في ظروف غامضة خلال السنوات الأخيرة. أعلنت الحكومة النمساوية عن فتح بطاقة رود فايس رود بلوس للنازحين من أوكرانيا بهدف توفير منظور طويل الأجل لهم ولعملهم في النمسا. ويشترط على المتقدمين إثبات عملهم لمدة 12 شهرا على الأقل خلال العامين الماضيين، وتعد هذه الشروط أكثر سهولة من الشروط المطبقة على مجموعات أخرى، حيث يطلب منهم إثبات عملهم لمدة 21 شهرا خلال عامين. وتقدر الحكومة أن أكثر من 7,000 نازح أوكراني سيستفيدون من البطاقة الجديدة. يذكر أنه يوجد أكثر من 49,000 نازح أوكراني في سن العمل. كشف تقرير اجتماعي جديد في النمسا أن 1.3 مليون شخص يعيشون في خطر الفقر، ويعرف الفقر على أنه العيش على أقل من 60% من متوسط الدخل السنوي. ويشمل الأشخاص المعرضون للفقر الأسر ذات الدخل المنخفض والعاطلين عن العمل والمسنين وذوي الإعاقة. وتخطط الحكومة لمكافحة الفقر من خلال خطة تشمل دخلا أساسيا للأطفال ونظاما جديدا للحد الأدنى للأجور وإسكانا ميسورة التكلفة ودعما لذوي الإعاقة وتحسين الرعاية الصحية. وتواجه التحديات المالية والسياسية والاجتماعية في تنفيذ هذه الخطة. طالب رئيس شركة ريفي أستريا مارسيل هارزستي بتمديد ساعات فتح المتاجر في النمسا إلى 80 ساعة بين الاثنين والسبت. ووصف هارزستي قانون الساعات الحالي بأنه قديم، وفي الوقت نفسه رفض فتح المتاجر يوم الأحد لضمان راحة الموظفين، ورفضت نقابة العمال الاقتراح بسبب تزايد الضغوط على الموظفين وتأثيره على الحياة العائلية. وتأتي هذه المطالبات بعد نمو مجموعة ريفي أستريا وتجارة المواد الغذائية بنسبة 9.1% إلى 9.3 مليار يورو، ونمو إيرادات بيبا بنسبة 13.2% إلى 940 مليون يورو. قامت كافة المدارس في فيينا بمنح عطلة لجميع الطلاب في يوم عطلة عيد الفطر في إشارة إيجابية تعكس روح التفاهم بين أطياف فسفساء المدينة.
وأثارت رسالة بريد إلكتروني من المدارس الارتباك لدى بعض الأهالي، حيث تم إلغاء المدارس للجميع اليوم الأربعاء في عيد الفطر، مما أثار مخاوف الوالدين خاصة لأولئك الذين لا يحتفلون بالعيد من ديانات أخرى. وأوضحت مديرية التعليم أن اليوم هو عطلة مدرسية تتبع لإدارة المدرسة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.